كم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه اخباركم؟ النهاردة حلقة جديدة وجميلة هتعجبكم ان شاء الله. النهاردة هناخد الفرق ما بين toilet و bathroom، وبرضو هناخد النطق الصح ل toilet اللي انا بقولها دلوقتي، اللي هي toilet مش toilet. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه اخباركم؟ ان شاء الله النهاردة حلقة جميلة واحدة عجبكم. اول جزء فيها هنعرف نطق كلمة، نطق كلمة ناس كتيرة بتنطقها غلط. إيه كلمة ايه يا جماعة الناس بتنطقها غلط؟ كلمة حمام او مرحاض، يعني دي ناس كتيرة بتقول عليها توالت. طبعا النطق ده غلط، النطق الصح ليها تويلت، النطق الصح لكلمة تواليت الشائع يعني تواليت، لكن النطق الصح ليها تويلت، كأني بقول كلمة توي، توي لعبة. النطق الصح ليها يا جماعة تويلت مش تواليت. اوكي، زي ما احنا شايفين اهو السبيلنج قدامنا، تويلت تويلت، طبعا الجمع تويلتس تويلتس، وشبه قوي في النطق كلمة توي، توي لعبة توي. بقى النطق الصح لكلمة حمام او القعدة يعني اللي هي تويلت. عايزين نعرف الفرق ما بين تويلت و باثروم. تويلت يا جماعة اللي هي المرحاض او القعدة نفسها بتاعة الحمام، لكن لو احنا نقصد الحمام كله فهنقول عليه باثروم. كده انا اقصد الحمام كله اللي هو باثروم، ده كده الحمام ككل باثروم، لكن لما اقصد القاعدة نفسها تبقى تويلت. وساعات طبعا بيستخدموا تويلت او باثروم بتدي نفس المعنى، بس بصفة عامة القاعدة نفسها تويلت، والحمام الكبير اللي هو شامل بقى كل حاجة كده على بعضها يبقى باثروم. هنا عرفنا النطق الصح لكلمة تويلت، وعرفنا الفرق بين تويلت وباثروم، ان تويلت المرحاض نفسه لكن باثروم الحمام ككل، او ممكن هما الاثنين يستخدموا نفس الاستخدام. لازم بقى نعرف قطعة مهمة جدا في الحمام اللي هي الشطافة، يعني ايه؟ وكمان احنا عارفين معلومة جامدة قوي ان الاجانب معظمهم يعني مش بيستخدموا الشطافة دي. طيب الشطافة يعني ايه بالانجلش يا جماعة؟ يعني بيدي، بيدي هنشوفها ونشوف السبيلنج بتاعها عشان تثبت اكتر. ده السبيلنج يا جماعه بتاع كلمه شطافه، بي دي. طبعا التي في الاخر دي مش بتتنطق، فبنطقها الجزء المقطع الاخير ده بنطقه زي كلمه دي، بي دي بي دي بي دي، دي يعني شطافه. وطبعا احنا عارفين الاجانب مش بيستخدموا شطافه، بس بيستخدموا حاجه تانية، التواليت بيبر، التواليت بيبر اللي هو ورق الحمام اللي هو المناديل يعني. ده يا جماعة اهو toilet paper، toilet paper. وبالمناسبة بالمرة بقى ناخد حامل المناديل اللي احنا شايفينها دي، مناديل الحمام، اسمه toilet paper holder، toilet paper holder. معاكم وصلنا لاخر جزء في الفيديو بعد ما عرفنا النطق الصح لكلمة toilet مش toilet، وعرفنا الفرق بين toilet و bathroom. toilet القاعدة نفسها، و باثروم الحمام كان كل. وطبعا هما ساعات كتير بيستخدموا عادي تويلت زي باثروم نفس المعنى. عرفنا ان الشطافة حاجة مش بتستخدم طبعا عند الاجانب كتير، بس عرفنا كمان بتتنطق ازاي او بتقال عليها ايه بالانجلش، بيدي بيدي. وعرفنا البديل للبيدي عندهم هو التويلت بيبر، والحامل بتاع التويلت بيبر اسمه تويلت بيبر هولدر، تويلت بيبر هولدر. بس يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقة، ويلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.